بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وعلى جيد رسالته بباهر الخوانك وأيده بكمات الأصحاب المهتدين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى أوج المعارف والحقائق وأنفض عليهم من محون مواهب لدنية ظرف اللطائف وشوارق الرقائق فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد أعلى الصراط المستقيم وآل الله عليه وعليهم زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشكات أنوارهم في حندس الجهل البهيم ما أمطرت مناقبهم مع تسى الأسماء الواعية وتليت آي فضائل فكانت إلى النهوض إلى الله داعيا أما بعد فيقول المفتكر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن واسل بن عبد الكريم البرزنجي هذه مدة من أحوال القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين الناهلين من بحر الحقيقة والغارفين السيد الشريف والسند الطريف الحسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادي الرحيم سيد شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بلغ الله تعالى بنفسه القوي والحفي جنة القرب والأمان وعد نظمته من فرائض عمله وقوله لتتشرف بدرره أسماع الحاضرين عند عمل مهمه وحوله إن ضخمته من كلام بعض أرباب طريقا ومن له في حضرة الشيخ أكيدة محكمة ومحمدة وثيقا كالشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي ناح له فناح والسراج الدمشقي صاحب كتاب نتاج الأرواح رغبة في نشر أحوال الكمل وبث مناقب الأخيار واستنزالا لصيب الرحمات والبركات الجزار من بذكرهم تفتح أبواب السماوات العلية وتنهل من حظيرة القدس سحب الفيوض وضعت الإلهية وفصلته بوسائط من لآل التراضي وطلب الإمداد بأسراره فليجهر بذكره الحاضرون عند بلوغ القارئ إليها في أخباره وسميته بالنجين الداني في ذكر نبذة من مناكب القطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
فنكون هو الشيخ الكامل والجهم ذو الواصل ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالات الشامخة القطب الرباني والنور الساطع البرهاني والهيكل الصمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. ابن أبي صالح موسى جنكي دوسنت وقيل جنكا دوسنت ابن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله ابن موسى الجون بن عبد الله المهض ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وبن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول نسبك أن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح يمودا نسب له في وجه آدم لمعة منحت ملائكة السماء سجودا نسب كتاب الله أوفى حجة في مدحه من لا يروم جحودا اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها